السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بالخير. الآن إن شاء الله ستشاهدوا تفجير حوالي 8 حفائر، فشاهدوا. شاهدوا إلى تفجير الدفعة الثانية 3 حفائر. ما شاء الله ما شاء الله، هذول 3 ما شاء الله. هذا هو بعد التفجير، فجروا طبعا حوالي 11 حفيرة، الدفعة الأولى 8 والدفعة الثانية 3. ما شاء الله إنجاز. عاد باقي هنا دفعة فيها كذا حوالي 5، بنفجرها الآن إن شاء الله. هذول 5 الباقية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه قوية طبعا، كما أخبرناكم الكمبريشانات الاثنين قد اجتمعوا إلى مكان واحد من بداية التبة باتجاه أحسن. طبعا القصة هي قوية، يصب فيها للكمبريجانة، يصب في اللي دي فوق مثل المواد والمخلفات الصغيرة من أجل الكمبريجانة تستطيع الحد. وهي هذه طبعا عبارة عن القصة الأخيرة في الجانب.